إذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم سوف أعلن رسميا عن فيما يخص ملف مصنع تركيب السيارات على مستوى ولاية باتنا بلدية جرمة ولاية باتنا. المصنع في إطار متابعة يعني لهذا الملف اللي هو مطلب شعبي من طرف سكان ومواطني ولاية باتنا ومن طرف أيضا بعض العمال والموظفين اللي كانوا يشتغلوا في هذا المصنع بعد اللي توقف اجتماع مجلس مساهمة الدولة تحت رئاسة السيد الوزير الأول. تم اجتماع يوم الأمس مع سيد الرئيس المدير العام لمؤسسة فوندال ومدير أملاك الدولة لولاية باتنا والمتصرف والطاقم الإداري من أجل تسليم واستلام المهام والجر، لأن القرار اللي تم أخذه على مستوى مجلس مساهمة الدولة هو منح هذا المصنع مؤسسة فوندال اللي هي مؤسسة وطنية عمومية تحت وصاية وزارة الصناعة. وللتأكيد فإن هذا المصنع يبقى بنفس النشاط اللي هو تركيب السيارات، وبالتالي أعطيت التوجيهات للمؤسسة من أجل جرد واستلام وتسليم المهام وتجريب الآليات ما بين المؤسسة ومديرية أملاك الدولة المتصرف. وسوف ندعوكم إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة للحضور للافتتاح الرسمي لهذا المصنع اللي هو يعمل على خلق ثروة وخلق مناصب العمل، ونؤكد أن مناصب العمل اللي كانت موجودة في المصنع نحافظ عليها إن شاء الله. شكرا لكم.